بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأربعون الصوفية. الأربعون الصوفية، ألا تعجبوا من هذا العنوان؟ فكل ما ذكر فيه من مصطلحات أو من أسماء موجود في كتب القوم على مدى التاريخ. الفكر الصوفي، المذهب الصوفي، التعليم الصوفي، التربية الصوفية. وفرق بين التربية الصوفية والتربية الشرعية، ولذلك عندهم عند الصوفية يحتاج المريد إلى العالم، إلى الشيخ المربي ضروري. الطريقة الصوفية، عندما تجتمع جماعة وتكون لها بعض الخصوصيات في الفكر الصوفي والمذهب الصوفي، خصوصية وتمييزات، تسمى طريقة صوفية وتجمع على طرق. الطريقة الصوفية، اللغة الصوفية، ثم الشخص الصوفي أو الإنسان الصوفي، الزاوية الصوفية. خاصة نعلم أن هناك زوايا تعلم العلم الشرعي وتربي المجاهدين وتربي على الأخلاق الدينية الإسلامية، وهناك زوايا يغلب عليها التربية الصوفية. اللباس الصوفي، الكلام الصوفي، المشي الصوفي، الجلوس الصوفي، الكلام الصوفي، الفراش الصوفي، الأثاث الصوفي، الطعام الصوفي، السماع الصوفي، الرقص الصوفي، السياحة الصوفية، الأيام الصوفية، المواسم الصوفية، العادات الصوفية، المراتب الصوفية. مراتب من المريد إلى الغوث والقطب وما إلى ذلك. المشيخة الصوفية، العلوم الصوفية، الثقافة الصوفية، المؤلفات الصوفية، التاريخ أو التاريخ الصوفية، الأسرار الصوفية، السياسة الصوفية، السفارات الصوفية، الإعلام الصوفي، السلطة الصوفية، الحكم الصوفي، الهدايا الصوفية، الإجازات الصوفية،
المريد الصوفي، وهذه رتبة من مراتب الصوفية. الدهاء الصوفي، التشوف الصوفي، الكشوفات الصوفية، وأخيرا الكسب الصوفي. الكسب الصوفي، وهناك من أئمة الصوفية من سماه النصب، النصب الصوفي، من سماه النصب الصوفية، النصب. هل عند المؤسسات الصوفية زراعة وصناعة وتجارة ومشاريع تدر عليها؟ الله أعلم. وتعليقي على هذه الأربعين الصوفية قول القائل، اخترت هذا القول: لقد صار دين القوم دفا ونايا ورقصا وزعقا ونغمة عازف. أعيد: لقد صار دين القوم دفا ونايا ورقصا وزعقا ونغمة عازف. فكم غطت أي هذه الأحوال، كم غطت من نجوم مضيئة وحيا، مضيئة وحيا، وكم غاضت وهاجت أسى كل عارف، عالم عارف. فكم غطت من نجوم مضيئة وحيا، وكم غاضت وهاجت أسى، أي حزن وأسف، كل عارف. فمحمود السريرة عند قومك مهمل، فمحمود السريرة عند قومك مهمل، وسوق السفاهة مقصود كل تالف. فمحمود السريرة عند قومك مهمل، وسوق السفاهة مقصود كل تالف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله.